تسمع ذيك الخلايق. يا راضي يا راضي عميل السوء ايش كان مفكر؟ انه البيت اللي فيه حريم وما فيه رجال تحميه بتقدر تفوت عليه؟ بتكون غلطان كثير يا حمار! اسمع على هالحكي مختار، اسمع شو عم يحكي. شو رصاتي؟ انت شو عم تحكي؟ مختار بيت كله حريم، بيوم هالواطي بيفوت عليه وبيتخبى بالبيت، بيخلي سمعتي على كل انسان بيسمع الخلايق فيني، بجوز من الله هذا الحكي؟ انت بترضى بهذا الحكي؟ اعوذ بالله ما بيرضيني، بس الموضوع مو مثل ما انت فهمانه. ايوه وشلون بفهم مختار؟ هات لشوف. انا ما بفهم يا اخي، فهمني. عدلي تعال لعندي على المضافه وانا فهمك، وهي انا عم اقول قدام كل الناس انه عيلتك من اشرف الناس. الله يجبر بخاطرك يا مختار، الله يجبر بخاطرك. مستو انت روح عمالي اللي قلت لك عليه، يلا طير. تفضل معي على المضافه. حاضر مختار. حاضر. قوة إلا بالله العلي العظيم على القصة اللي عم تصير في اليوم الثاني. يلا عمي يلا كل واحد على شغله، يلا 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 اتحرك عمي اتحرك يلا.